الصلاة والتسليم. وهذا المجلس هو بقية وإكمال أو إتمام لما سبق في المجلس الماضي، فقد تقدم في المجلس الماضي ذكر بعض المفاهيم الخاطئة، وتقدم ذكر 6 مفاهيم، لعلي أعيد السابعة أو أعيد السادسة لعدم إتمامه في الأسبوع الماضي. المفهوم الخاطئ 6 الطعن في الشخص بمجرد عدم القبول، بدعوى عدم القبول النفسي له. يرى أحد الناس شخصا لأول مرة فلا تقبل نفس الناظر ذلك الشخص، فيتهمه ويطعن فيه في كل مجلس، وهذا حرام لا يجوز، لأن الأصل في المسلم العدالة، وليس لك حق أن تقدح فيه بمجرد عدم القبول النفسي. نعم قد ترى شخصا فتألفه من أول وهلة، وترى شخصا فتبغضه من أول وهلة أو تنفر منه، لكن لا يحق لي ولا يحق لك أن نتهم ذلك الشخص الذي لم تقبله نفوسنا بطعن في دينه أو في أخلاقه أو في عرضه أو في أمانته. ولا يعكر على هذا قول عمر لعلي: الرجل يحب الرجل يكره الرجل ولم ير منه شرا، قال: الأرواح جنود مجندة. كونك ما تقبله نعم، لكن ما تطعن فيه أو تتهمه. المفهوم الخاطئ 7 ظن الكثير من الناس أن الغيبة لا تكون إلا بالكلام، يظنون أن الغيبة لا تكون إلا بالكلام، وهذا فهم خاطئ. فالغيبة تكون باللسان وبالبنان وبالجوارح بالأفعال. فمثال الغيبة بالكلام، عفوا بالكتابة، تكتب رسالة إلى آخر تطعن في شخص أو تقدح فيه، هذه غيبة. أما الغيبة بالفعل فهذه أعظم، لأنها تجلب معها الضحك والسخرية أحياناً. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي كذا، يعني من الدنيا، وأني حاكيت فلاناً، حاكيت في مشيته، في حركات يديه، في حركات عينيه. ولما قالت إحدى أمهات المؤمنين عن أخرى: حسبك منها أنها قصيرة، فقال عليه قالت بيدها تشير إلى أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالغيبة الفعلية أقبح وأشد أحيانا أو غالبا من الغيبة القولية. شخص في مجلس يقلد كلمات شخص فيضحك الحاضرون، يقوم يمشي أمامهم فيقلد حركاته، يقوم يمشي أمامهم فيقلد حركات عينيه فيضحك الحاضرون. أنت أثمت بنفسك وأثمت غيرك وجرأت غيرك على الغيبة والنميمة، فهذا لا يجوز. المفهوم الخاطئ 8 أن بعض الناس إذا سمع الشخص يغتاب تركه، فإذا انتهى قال: هذه غيبة. هذا فهم خاطئ وإقرار على المنكر. إذا بدأ في الغيبة فتلطف، وخاصة إن كان كبير سن أو كبير جاه، تلطف بصرف الحديث عن مساره، وقد يفهم منك أنك تريد يعني إغلاق هذا الباب فيتأثر بك فيكون لك أجر تعديل هذا الخطأ. لكن ترك المغتاب يغتاب، وإذا انتهى وسمع الناس الخبر قلت: هذه غيبة ما تجوز، من أول ما يتكلم وتعرف من كلامه أنه دخل في باب الغيبة المحظورة، فقل: اصرف الكلام بلطف، بسؤال، بطرح موضوع، إن فهم فبها ونعمت، ما فهم قل: يا فلان لو تركت هذا الحديث عن الشخص من باب يعني تطهير مجلسنا، فالغالب إن شاء الله أن يتقبل النصح إذا جاء منك بحكمة و
وحسن أسلوب. المفهوم الخاطئ الثامن ما يتعلق ببعض الناس إذا أصيب بمرض أو أصيب أحد أصحابه أو أهله بمرض، وقال المريض رأيت فلانا في المنام، أو رأيت فلانة قال هي التي أصابتك بالعين أو أصابتك بكذا وكذا، سبحان الله العظيم تتهم مسلما عدلا بريئا بمجرد رؤية منامية قد تكون من وحي الشيطان وتلبيسه، لا يجوز. وكذا ما يفعله بعض القراء، يقول للقارئ هل ترى أحدا في المنام؟ يقول نعم، فيقول هو صاحبك، بأي حق تتهم؟ ما يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا أدبا أو عرفا تتهم شخص بمجرد أنك رأيته في المنام، حتى لو رأيته في المنام. قد يقول قائل خذ بأثره من باب فعل السبب لا مانع، لكن أن تقطع بأنها السبب في هذه العين أو أنه السبب في ما حصل لك من الأذى لا يجوز. ألا ترمي بهتانا ترمي بريئا ببهتان؟ هذا من الإثم العظيم. فليتق الله المريض في أن يزيد إلى مرضه مرض معنوي وهو اتهام الناس الأبرياء، وليتق الله الراقي أن يرسخ في ذهن المريض أن فلانا هو صاحبك. فهم خاطئ أيضا تاسع يتعلق بعقد النكاح. درج بعض الناس على الحذر والتحذير من تشبيك الأصابع أو تسبيع أو العبث بالمسبحة أو التلهي بشيء في أثناء العقد. فإذا سألته لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ أذكر أن امرأة اتصلت وقالت إن عقد نكاحي صار فيه انفصال بعد أيام، وأني سألت عن السبب، هي تقول في المكالمة، فقالوا إن فلانا كان قد شبك بين أصابعه في أثناء العقد. هذه ترهات، هذه ترهات. أذكر في مجلس أن الشيخ بن باز رحمه الله سئل فقال لو شبك بين يديه ورجليه إذا وفق الله جل وعلا فلا يضر. فلا تحرج على الناس واسعا أو تصدر حكما شرعيا بأن هذا لا يجوز من غير دليل، مجرد حكاية أو محاكاة لآخرين أو تقليد لآخرين، هذا لا يجوز. أيضا مفهوم خاطئ آخر، بعض الناس إذا أعطى الفقير صدقة قال يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله لوالدي، ادعو الله لفلان عنده عملية جراحية، ادعو الله لكذا. الصدقة توهب لله تعالى دون معاوضة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى كلام الله ومن طلب من الفقير الدعاء بعد الصدقة خرج من قول الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم ماذا؟ جزاء ولا شكورا. إن دعا لك من تلقاء نفسه فالحمد لله، وإما دعا فالحمد لله، فأنت قد تصدقت وقدمت الصدقة تبتغي بها وجه الله عز وجل، فلا تشترط، لأنك إذا اشترطت أو قلت كذا كأنك جعلت الصدقة بالمعاوضة، خذ وهات. فينبغي التنبه إلى مثل هذا. كم بقي؟ أبان من أنت السبب؟ أيضا من المفاهيم الخاطئة أن بعض الناس، وهذا من الأخطاء الفادحة الفاحشة، يعطي خادمه في بيته زكاته عوضا عن راتبه. مثلا زكاة راعي رب البيت قرابة 2000 ريال، فإذا حال الحول على زكاته أعطاها الخادم عوض عن راتبه في ذلك الشهر.
هذا لا يجوز. الفقير يملك الصدقة، يأخذ صدقة الزكاة تملكا بدون عوض، هبة من الله عز وجل وفرض من الله على الأغنياء للفقراء، على أصحاب الأموال. فالحذر كل الحذر. أختم الكلام متعلق بهذه المسألة. بعضهم يعطي خادمه في البيت زكاته ثم يطالبه بزيادة عمل، اذهب للجيران غسل سيارات الجيران، اذهب لكذا، لأنه أعطاه الزكاة، وهذا كالتي قبله. الزكاة يستحقها الفقير تملكا بلا عوض، هذا فرض من الله عليك تجاه الفقير. معذرة من الإطالة، وفق الله جميعا لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله